إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أنقول سوتشين أي درس تفسير القرآن الكريم كها ودرس جنين لبعض بقول يشم أن رب العالمين يا آيات لبعضني أفراد من سورة النحل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم وإذا قيل مرك الغير هذا لهم لهؤلاء المكذبين كوا حق الدنيا ما محوية ذاك أنزل سودك ربكم ربكين، قالوا وحير هذان أساطير الأولين وحو أقنا محمد وأساطير الأولين أمضي هراء بنتي أي قرآن ليحملوا أوزارهم سيدن بيالكودة أي أقادان أحنباران كاملة حالة أي تايمت لما استران يوم القيامة مارنت قيامها ومن أوزار الذين ذاتكي دميالكودة وحكمدنا أي قادان يضلونهم أي باديين بغير علم أقول أن حالة أي كسوغيهين أي باديين على براروغة ساء وحا حماضي ما يزرون وحا أي قاضيان وحنباريان. الله سبحانه وتعالى ونغو رمي آيات كان مشركين تا هديل ويديو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا أقرن أيو أول ليرادو محارب سودتي جوابتي كبحي جرين كدبنا رب العالمين وخذوا شيئا يا مؤمنين تمر كل ويديو جوابتي كبحجرين كوا آيات عجائب بضا إلى وغير سبحانه. وإذا قيل مرك الوير هذا لهم لهؤلاء المكذبين كوا حق بينيي أو مشركين تا ما محويهي ذاكي أنزل سودتي ربكم ربكين وام حيوح ربكين سودتي مركز سؤال شاسر ويديو قالوا وحي لها المشركين تو أساطير الأولين معنى هذا وحوي لم ينزل شيئا وإنما هذا الذي يطلع عليكم أساطير الأولين مركز اللي يرى هذا محارب بسودتي وحي لها وحرب بسودتي مجر لكن وحاو محمد إن كدو الأقين إياه وشيكوين كي دبكي هوري أي قرين أصادير وشمح أسطورة أحاديث الحدوثة الضاحيك أضحوكة مركا وح إلى سودة شيئي مجرين لكن شيكوين كي يقرع فضي دبكي هوري قرين ما سطره الأولون أيو أنت صنق ليو إنين أخيني ساسلي وح إلى سودة شيئي أولو سودين مجرين لكن قرافضي دبكي هوري قرين ويسطريين وحاسو محمد انتصو قرأ وصو نقليو أيو إنين أخينيا ساسي كوچة ويما أصادير الأولين أصادير وخبر مبتدى لسو قدين وآه إنما هذا الذي يطلع عليكم وحادوش إن اللغو أخينيا أصادير الأولين وحكلم معها ساسي رهنا ليحملوا أوزارهم ليحملوا لام تاس مفسرين تقاربا وحي مران لام العاقب وصيرورة لكن سيدة ابن كثير محبضا مره محمد الأمين الشنقيد دينا سيدة وكالكور رأي لام توا لام تعليل وحانا للاي يهي اي ما كوري دينا سيدة وكالكور إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك سيدة إلي رهدان هري أمانو أقدروا إليه سيداس إني رهدان هري الله أقدر حلو أقدري ليحملوا إني قاضان أوزارهم دنبيا الكود كاملة حالة أي تايمت لما يستران يوم القيامة مال التقيامة أرنتاس قدر الله كل دعي وحنا قدر كل دعي بكاس أي بعض يينيان
دنوب تودا إيري حنباران أو أي دوشة ساتان مالك قيامة إلا قفك اللوي دي دين كي ألا أو يرميش الدين ألا كمتشري قرافة أيال لغو أقرين أيا أمدي أسايا دين تي كيس مارايستي ذاتكي نسيلا سي حقي كوي مكا ذاتكاس أي باديي إيري دنوب تودا قادان مدي شعيستين أي قادان ليحملوا إني قاضان أوزارهم دنبيالكود وأيبوا سن مباشرة أي أشقيستين كاملة حالة من ضميستران يوم القيامة مالين تقيامها ومن أوزار الذين ددكي دنبيالكود وحكا مدن أي قاضان يضلونهم أي باديين بغير علم وقول لأن حالي كسوغيهن أي باديين أيضا مركا إلى وقوكو شيغي يا لبد دنبي اي قاده يان دك لويديو دينك الله اي كبن شيغا يرد الدين الله ميشن كبه جيره وا قرافه لبد دنبي اي قاده يان دنبي كوبد وا ميدكاي ايغو شقايستين تاس وا قاده يان دنبي لبا دكاس اي باديين دروبتد وخ كميدان وا قاده يان سداس اي ايات بانو لين ايات كره ما رب العالمين و هو كو عدي ولا تزر وازرة وزر أخرى نف ما حنبارته نفكر الدمبي نف أيدي الدمبي حنبارسان نفكر الدمبي ما حنبارته محلوك الشوابية وحلوك الشوابية نفكر الدمبي ما بقى حنباريا لكن وحا أي حنباريا اللي بدأ الدمبي الله بدأ أيقى عليه وحويا وزر ضلالهم أيقى باديوبي دي أي باديوبين oo haqa ay kala xideen dambigeedu waa qaadayaan laba waxay kala qaadayaan wizra idlaalihim baadiyeynti ay dadka baadiyeeyeen dambigeedu qaadayaan marka labadaba iyaga ah ama kuwi la baadiyeeyay dambi uga yaraam iyaga dambigooda ilay uga yaraam ka kuwi la baadiyeeyay dambigooda iyaga qaadanayaan mana laga yareynayo ayagu laba dambi ay qaadayaan dib xaq ay ka joogeen raaci diideen waa dambi baadiyeynta ay dadka baadiyeeyeen xaq ka isbaareysteen waa dambi labaad marka wizra dalalihim wa wizra idlalihim labadaas ayay qaadayaan labadaas ay qaadayaan nabiga uu sidaas ayuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadith kan muslim oo sahih isa ku wari min hadith abi hurayra man daa ila hudan kana lahu min al ajr مثل أجور من الترع قف كي ضبك هرون أغييرا وحاوصو نادي وحويين إن الله إن ترع أجر كود أوكر لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ضبك أس عملك صالح حسب يوهنونك أغييرين أجر يال كودي وحالك النقصان ما أولا بهم ما يقف كي قيك إن أغييرا قيب الغشر إلا بهم أيها الدم أجر كودي وكامل على سينة qofkii qeyrka ugu yeeray oo qeyrka iyo hanuunka ugu yeerayna asna inta kala qasnada ilaahay laga siina ka soo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam wa man daa ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man ittaba'a qofkii dadka dalal ugu yeerana dushiisa waxa ahana xaga dambiga إن الله إنت راعدي ضلال كاس كسوغان دنبيال كودو كالي لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وحوهيين دادكي دنبابي أو أبادييين دنبيال كودو حكا نقصان ما يعني دنبي قوديو كاملا حيقين على سينا أصناف باديين تو أبادييا لغو سينا إذن مركا آيات دان وحيسي صريحة أو عدين إذا قفكا إنت حقا لويديو oo diinka saxiixa la weydiyo ka been sheega ee dadka ka isbaareystay ka celiye laba dambi inuu dusha saaranay xaqaas uu asagu ka joogo ilaa badanaaba qofka dadka xaqa ka celina asaga xaqa ka joogay sagan raacin marka hore ee qofka duu asagu xaqii raaco dadka kaba celiyo marka raacid la'aanti uu raaci diiday dambigeedi dusha loo saara dadkaas uu ka isbaareystay xaqana dusha loo saara dadkaas uu xaq ka isbaareystayna dusha loo saara haafid mukaffir macnaheedu waxa weeyu yiri yaftaruna ala rasuuli wa yaquluna fihi aqwalan mukhtalifatan mutadadatan kulluha badila rasuulkay ku been abuuranayo
marka la yiraahdo nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam qoon meesha ku haya waa ku been abuuranaya way ku been abuuranaya waxa leeyeen beeno iyo quraafo meelaha ka soo qoray way ee diin sax ah sheegimaa sidaas ayay leeyeen waxayna kaleeyna hadal iskhilaafsan oo qaar waxa weeyaan waxay leeyeen waxa weeyaan waa saaxir qaarna waxay leeyeen waa shaair qaar waxay leeyeen waa kitaab dablo qaar waxay leeyeen waa waalan yahay intaas oo qowl oo kala duwan ayay ku hadlayaan intaas oo qowl oo kala duwan oo dhamaan ujeedada iyo maqsadku ay tahay kaliya in dadka xaq looga isbaareysto oo laga hor istaago oo laga hor istaago حافظ كثير يقول وذلك أن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخضع قف كست أو حق كبحنا ونحص وكوها بلانا وخضع قف كست حق كبحه ونحص وحويا افتراء يبين علامة افتراء يبين مركا وحير هذا أن علوم هذا مفسرين كل آية وردت على الكفار تجر بديلها على عصاة المؤمنين آيات كستا او قالتا كسو دكتا وحي سينتا كتيرا إذا عصاة المؤمنين او معنى الوحي تهي قفكي مؤمن كأها او إلهي رهما يسنا هادو نوح دنبيجي نوح كامل اللي مادو دنبيجي والله قرأس او مثلا waxa weeyaan hadda waxa dhacda marka culimada ahlus sunna wal jamaa'a diinka alla akhriinaya diinka la akhriinana diin sahiha iyo kitaabkii alla iyo xadiiskii sahiha aha uu yahay dadka bid'a sifa waxa uu ah in ummada sidaas looga ismaareysto oo la ilaado war ma haydaan meeshan diin kama jiro daa ka joog diin kama jire ka jooga waa dalal waa tahriif waa bid'a waa quraafo ka joog سياس اللي يراد أو افتراء يا بين أبوه يا أسد عن سبيل الله شغال لك دكتور مركا نصيب أيكو يالنا يا آية غير الإمام محمد بن علي الكرجي آية دان مكو كان لي دليل على أن من أفتى بغير علم فعمل بفتواه كان إثم العامل عليه قفك مسلم كأه ee aamiga ah haduu qof su'aal cilmi ah weydiiyo asagu haduu la yimaado dadaalkii waajibka ku ahaa ee midkii cilmiga jawaabayay ugu jawaabo si qalad ah dambigu wuxuu ahaanaya midka jawaabi dushiis midkan aamigaana waa ka bari noqon midkan aamiga ahna waa ka bari noqon qofki waa muslim laakiin waa aamig قف كاس علوم مضاه وحويدي شيء واجب كقوة هذا ميت كان عامل هو الصنايعي مع عامل واجب كقوة قف إنه كده ده المسلمين أقارن واليه الله كعبسن وادي قف أوي فاسق وسق منحرف أو أبي يجده هدو ويدي دم وبرين قمة سو علم كلامك صارك لكن حرا قف المسلمين قف كان الله كعبسنا أقارن واليه وقوة مضاد الدين تويدي سنة هدو ويديو لا صفو راديو اي كي قلق او جوابو دنبكو كان جوابي دوشي سنقر حدي خلق لو جواب سداس الحديث حديث حسنا كسو قنابي او نبكو يري صلى الله عليه وسلم من افتي بغير علم فإنما كان إثمه من افتي بغير علم كان إثمه على الذي افتاه قف كي لو جواب علم الان دمبغي سو خدوشيس انا قف كي جواب قف كي جواب تاسو ماركا waxay ku dareesineeyda khudurada ay leedahay علم الان الا جواب تقبل markay masailka waydiinayaan qofka ay waydiinayaan kama fiirsan shin saasal iyo salaama ka waran waxa ka asagoo dara markale markaas alada yaa ku yiri mid dhalinyaraha meel ka wada shaqeynaa waydiin حتى مرك عليك بالطريق إليك أمرين ما ضام عليك لإلهي نخوك أمرين هذا هذا وقال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى من أن ما يكون هذا شيء ما عمي يا أمر
قرآن ما يكون فرد كديرنا سيطري أولي هذا تاجتن يقول ببعد ميدي مرك مرك هوري أديقا وإن دواجب كاقلات مادة أو أه قف أقول إياك ألاك عرسي أتكون ملاينة إذا بالويدين مثلا أسابو مرك هدي وخلط كوو جوابت دم يقول دوشي سنوغا لكن مرك هوري بعد ذلك أدو إيل كيدي ويدين أولان كود دلال إنت الأول دي دم بكاقا يراما مرك marka ummadda ay diinta laga isbaareysan oo laga cilin hadii kale dhibaatoodana dhaxaysa ilaahu quluu subhana li yahmiru ila qadan ayahintaas lagu qadaray aw zaaran dunbiyal kooda kaamilatan hala ay tarmi dhamaystiran yawmal qiyamati maalinta qiyamaha iyo min aw zaari ladina ku dunbiyal kooda wax kamid ah yudilluhum ay baadiyayaan bighayri ilmin aqoon la'aan halay ku sugan yihiin ala bararuba سا وحا حماضي ما يزرونه وحا اي حمباريا حما دروبت اي حمباريا قال تعالى الى وقيري قد مكر ويهاجر صدين الذين كوي من قبلهم قاردا كهريدي فأقل الله إله وأيمد بنيانهم بسمودي من القواعد آس آسيالك أغيمد فقر وحا قصود عليهم كركودا السقف سنقافك يكو صورنا عي من فوق حق صروق صورنا عي وأطاهم وحا أيمد العذاب عذاب من حيث مولو أيمد لا يشعرون أي سندريمين ثم يوم القيامة من انت قيامها يخزيهم الله ويبدو الليليا ويقول وحن ليه أين حقي أهابين شركائية كوي أنيقا إبادة إلى لها الذين كوي كنتم أضهيدين تشاقون هو قلاف المؤمنين فيهم في شأنهم أرنكو ذكو قلافا قال الذين كوي وحي ليهم أوتوا العلم علمك اللسيي إن الخزي دلك اليوم ما أنت لدلوب إيا وسوء عذابك على الكافرين قال هذا دشو رأيو أهابي الله سبحانه وتعالى آيات كنوكو نوكو شيقين مكرغا مشركين العرب ay u sameeyeen dadweynaha oo diinka ay looga isbaareysanayay oo looga cilinayay ayagu uma horay gaalada ka horeeyay sida Nimrud sida Bukhtu Nasr kafaradi ka horeeyay ah sida laftirkeeda yeli jirtay oo qofka doonaya xaq inuu raaco makri uu sameey jiray sida quraysh oo kale quraysh moqta oo shiri jiray oo u farisay jiray talo rukuba caawaman aalada yahay ninkan waxaan ka miraahna waxa la rabaa kelimad dadka ka cili kar ah kelimad dadka ka cili kar aa la rabaa waxaan miraahna tawafaris marka asalada yaa aniraahna waa shaac ma yaa inala ka yeli may waxa waa qayn isan shicireen dad gaba yaqaanay nuu dadka ku jiray karro marka asalada leen waa majnuun ka asalada iskada majnuun hadalkiisu waa isdardara hadal isku toosaa ninkaan wada cid naga dhageysiidana malay marka asalay shaydaan u yimaadaan leen marka makri oo la soo dajiyay ayay keri jireen ilaa wuxuu leeyahay sidaas oo makrigaas oo kale gaaladii ka horeeyay la sameey jiray ah gaaladii ka horeeyay la tukoon way sameey jiray qad makara waxa hagarsaday oo makri sameeyay alladina kuwi min qablihim mushrikiin tan ka horeeyay oo yey hagarsadeen man arada ittiba'a diinillah man arada اتباع الدين الله دينك على إنه راح وقفك دوني مكرو سمي جرين قالب إن لغا إليو إنه سن مقلم إنه سن دقائسن إنه سن فهمين إن تشويش لغفره أو لغا إسبار إستو سيدا سيكا شقي جرين وها جرين قالب هو قالب أفسر يا اللورة جيدا عبد الله بن عباس وحال لغور إنوير نمرود أيوها قال كي أو نبي إبراهيم لدوري قارو حيرادين بخت النصر أيوها قال كره وحي رادن ميا ومن باب المثل لإبطال ما صنعه أوائل الذين كفروا وحويان ومثل قال هذه هو رطب بسنان هو قولي معه ملك أن كفران يكون ريدي مشركين العرب أي نبيالك كسو هرچي دي أي سيدة ليجرين ملك ميت قولي إلا عينه سنة صحيحة مرة دان لهين حمام معه زي سيدي جرين محين ملك كفا إيدي مكر دي أيو سمي جرين ودينك اللي دكت وقعلي جرين إلهان غشو إله وعيري فأطى الله فبسبب ذلك فأدوه السبب فائده
أرنت السبب كيد فأتى الله الله أيأويمد بنيانهم لسمه هذا من القواعد أساسيالك أبيمد فقر وقصد عليهم كركود السقف السنقافك من فوقهم حق وصروق صوت عليهم وأطاهم العذاب عذاب نوى أيمد من حيث ما الله يشعرون استدرين إلى سبحانه وتعالى أرنت أصبحي سبب النقطين ليه إن الله لسميال كودي أساس كأويمد وهل مرة وسنقافك قصوا وضع عليهم عذاب كينا ميلي سنقوم بلين أبيمد إذا مرك الدين كألا وضبك لغا إسماريستا وصم عبد الله حميه ذلك الدين كصحيحة شيئا ومدنا تشويش لغا فرو وحا لغا دخلا عقوبة عاجلة وآجلة مد وحا وين دك دقوه الدون يا مد آخر انتاس لغا دخلا انتاس لغا دخلا آيات دان ذلك إلهي صفات دي سديدة قبل كمد آيات آيات آن هلنيتو سيدة إن الله وهوثجو أو سنكرتشي وأنا آيات داني إلهي مياد من أركل الثقافة بيريبا ثقافة وامد أردن كنول أو منحرفة أو حتى سبق بخاف الضغط وحي كميتها الفرقة إلى أهل نستهى أدقوا أمانا جهمية إسكابة دايو جهمية أدال مغشو وعضبك قائل كله إلى أهل نستهى إلى الله عايا يؤمن انت زلانا وركيل بدايو هو أصوح قارب مرعيا انت مذهب منحرف للدفاع مذهب كالو صنع بسو عايا صنع شغلي سؤال ثاني حتى لا بفرق فيه وحلا نقص قرائب كيسة سخاف لا بفرق أو إسقال يصير هيدا أهل بدعة وحلين لا بدو أهل الحق مرحة تيس أهل السنة هاي لا بدو أهل الحق ولي وأمانة لا بدو وأنا لا بحد مضبط كلا قال يصير سو ما شيء كريع سجى أبتيسة وحا ويا وحا عاي إسكال يا حمان أهل السنة مرك آيات دانا إيه دليل إن الله هو سمتشلو حيلا فأطى الله ألا يمد بنيانهم باسمه ودو يمد من القواعد أس أسيالك أبيمد أطاس أس أحوص عليك يمد فأس مركة أهل السنة حلالنا هاي قرآن كرأي لغم فصيره وأحرين قطر قرآن كتفسير كلغم فصيره ونقل سيدا لفدي يسا الله سوى نقلي أن عني يسا الله سوى نقلي وحاربا من قال قبلك يا كفصيري أئمتي سلف صالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم يا كفصيري حافظ مكثير سوء فصيري فيه فأتى الله إليه بأويمد بنيانا بسموه من القواعد أس أسيالك أغيب أي اجتثه ويترد سيبي من أصله إلهي بسموه ذي حدث ككسيب وأضلع عملهم عمل كودين ويبوري وأصلها أسل كيدي ويبوري سداس ويبوري سيدا رب العالمين يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ما كستو يهود أيضانا دقال إن المسلمين تكوشدان ألا بغتيكي وحي لم يطول إله قومك فأطى الله فأطاهم الله من حيث لم يحتصبوا فأطاهم الله من حيث لم يحتصبوا ألا وقل أغيب يهود بليس الملينين وقذف في قلوبهم رعب قلوبته أرقاقح وبرد كواسي لم يطول ابن جرير الطبري يقول لي معناه هدم الله بنيانهم من أصله معناه هذا وحوي هدم الله بنيانهم من أصله إلهي باسمه ودواد الدنيا أصل كي يجريد كالدنيا ساسا اللي قلت هذا عذاب إلى وحوه كان ملسا مليني إمام البغوي يقول لي قصد إلى وحوه قصدي تخريب بنيانه إنه باب إيوه لسمه ودي من أصولها جريده وكبابي حال إمام وآئمة المسلمين تكمده اعتمد كهي تفسير كاللو اعتماده واحد كن فصيري الله وسكره مجره سبحان الله سبحان الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبير مركوا انحراف انحراف إنه يعني تصوّف فرع ثم يوم القيامة يخزيهم ثم يوم القيامة ما لنت قيامها يخزيهم ألا ويدلينا قالت يددك الدين تكعلي جرتي ذلك الدين تكعلي جرتي ذاتك أي حق كهرتاقنا أي حق عبينا الله ويدلينا ويقول وقول ليه أين حقي أهادين شركائية كو عبادة إلى لها بزعمكم سيدا ديدون كشيكا جرتي إلا وحا لوكسوية مركي النبي عبينا
oo diinka saxiixa nabigu wada diidayeen waxay dadka ugu yeerayeen diin balaad oo shirki ah waxay la dagaalamayeen alle kaliya hal caabud waxayna ugu yeerayeen alle cid kale hal caabud ilaahi waa fadhixayna maalinka qiyaamaha marka ceebtoodii banaanka la soo dhiga wixii ay dadka ugu yeerayeen oo shirkiga ahaa maanta meel ku sheegaa leey maanta ugu baahi badan tihiin waxayna in qabteen saasaa ku dhacay bal walaal waadiga maanta ugu yeeraya dadka shirkiga tawxiidka la colaytamay maalinkaas waxa ku jawaabay qoyna suuraysata suurayso ilaahi maanta uu fadhixayna dadka tawxiidka la dagaalamay oo uu leeyahay war maanta waa kane keena wixii ibaada ilaaha waxay leen tahay maantaas waxa ku jawaabay bal fiil thumma yawmal qiyamati maalinta qiyaamaha yukhzihim alla wa dullayna wa yaqulu wuxuu la leeyahay ayna xaggay aadeen شركائيكو يعني إلى ذلك إلى لها الذين كوي كنتم إذا هاجرتين تشاقون هو المؤمنين تقرافة فيهم في شأن أيك أهنتو ذا ويحي آف مؤمنين تقرافتين وآقلاء دقالمتين وآقلاء قليتنتين وآقلاء نبعاتين وضحقوا ذا تعينا أبلاهيدين ما أنت ملكو شير وانا فضيحة قف كستو خائن إلهي ما نتقيامه وكو فضيحينه سيدنا النبي يريد صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحين كبخاري مسلم أي وليين من حديث ابن عمر ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة على أن لا تقف كستو خائن مانك قيامة خائن يا أبوي قفك العقد قيامة قفك وحوي يعني أمانة كلا قيامة قفك خائن كأبوي وقفك الدين كلا قيامة وأمر أمضي oo diin ka dhageysanayda oo rabta hanuun inay ka helaan oo masail waydiinayda si inxiraaf ugu sheegay asagoo bana gooniyo kale khaayinka way kaas ma jiro waa ummad laga qiyaano ka daran ma jiro hal xaraf oo diinka Allah qofka duu sidoo aan si aanay u sheego khaayinka ugu weyn waa asag illa ummadii dariiqi jannada ayuu kale xii dariiqi naarta ku dhigay marka waa acdam khiyaan قف كستوخي خائنا مرك على لو تاغي على لو تاغي عند استي هلكس دبابها لو خير الحال سو ما جيد بقدر غطرت بقدر غطرته انت خيانتي سلاك هذا علن كل ابي خيانتي لاك وعلن كل ابي فيقال هذه غطرة فلان ابن فلان مرك اسال لي هي تنوا خيانتي هبل هبل قف كست كي دينك على قيامة كي أمانة إيا مسؤولية دي أمضة قيامة ودينك دي إيا مسؤولية دي أمضة ران قيامة كي مالك أمضة قيامة وقنع صدق وقنع قال يا واحد دعي وحفال سال وحل سوى بدل يتيدو وقنعت علم جيسي كل شقي سما خيانة كل شكل شقينة وهو يعانا قد بيه وقسو بوحي ومت صبع قد سريد ومدري waa mid marak marak kala sonkor ugu dar kaas ay daweynta laga raadiyo sonkor ku dhacday ka hor billahi alayk ayat quraan ah sheegtay malak inuu daweyn yahay waa isku daldal ila waa sonkor la soo qasay sonkor uu ku dhacay waa kan ka hor khaayn suma marka qof kasta oo khaayn waan ummadda Soomaaliyeed waxaan moodaa inay nagu yaraatay warbiri qiyaana mas'uuliyadan wal weydiinaan xaq wa jawaab ee kaliya ay naga qaarif tahay wax weeyaan wax la yiraahdo horta wax kasbo waxa la rabaa qofka marka uu meel fariisto wuxuu rabaa taahaba madaxweyne oo haado wasiir oo gool ha joog oo toban qof ah xukun oo dhaqtar ha ahaa oo ganacsada ha ahaa oo shiikh ha ahaa oo mid madrasay iskool jooga ha ahaa macallin quraan ha markaad fariisato waa inaad ogaataa horta mas'uuliyad shayga koowaad uu fakartaa waa inuu noqdo ama amallaah waa lagu weydiin waxa uu jawaabi doonaa taaso inay noqoto macallina taa abuura lagu keen yaa kullukum ra'in wa kullukum mas'uul an ra'iyyatihi dadka kugu aamin madrasada ana joogta ada kan mas'uul dadka caruurtooda aday kugu aamin ayu shakhs yow meel marka fariisato qolobka koobaad waa inaad ka fakartaa mas'uuliyadan amaam allah waxa laga weydiinay maxaad ku jawaab doontaa laba qolobka labaad ha kuu noqdo wax weyn inaad ka sabiyo dhaqaalaha لكن هذا كوم النقطة وعوين سات كسب كل شيء أي المشي كبحه حسابك أمام الله خلاص
ummadna way qasaarin adduunka adigana aakhiradaada qasaar ummadna adduunka way qasaarin aakhiradaadina qara qasaarin khaasatan marka diin meesha soo galo marka waa arin qatar ah amaana ila dareema muhiim ilaahi wa fadhiin marka dadka qaaininta ilaahu quri subhana marka ku wasu jawaab waayeen waxa jawaabay culumadii qaal alladina ku waxay leeyeen qaal hada waa maadi lafdigu macnaha mustaqbal loo jeedo maalinkaas qiyaamaha ilayhiin qaal alladina ku waxay leeyeen maalinkaas qiyaamaha oo tul ilmi ilmiga la siiyay in al khisy yadull al yawma maanta la duloobo iyo wasu'a adab ala al kafirina qaalada dushoodu waa dadkii kafarada ahaa ee ilaahay diinkiisa ka isbaareysanay ummada dulli iyo fadhiix maanta dushooday saasi culimadu maanta islee حافظوا كثير هالكاس ما كوشر حفيري وغيري قال الذين أوتوا العلم وهم السادة في الدنيا والآخرة علمه أيجا مرحة الدونك هي آخرة الدون أيجا مرحة آخرة ما أيجا ولما مرح نبلا ولما هم يتعط الله قاضي وهذا كل سنة لك الله بكر وكهدو عالم رباني يهي او الهي او قعب صدو الدونك اساقا سيد وحبار لما نسيه مالي الله سيه عالي نوضو على الاحي يوبي لابنين مكام حي او بياسي الله عبيك كاركالي بس اتكلم عليك ايجا الدونك وحل ويدية الوحة صح ذا شين عاقلا قيامك لتقى ايجا صح ذا شيء ايجا صح ذا لابد لما مركا ايجا ساداوي مركز والمخبرون على الحق في الدنيا والآخرة حق أيجا كتشوا يا رجل مضو الدونك يا آخرة لبضو قرآن كدور ملك الحليه آخرة مركز تبي أنت كلا برال كوها بشو واحد أيجا تشوفت صحدا بحنا الدونك مركز تشوفنا أيجا تشوفت صحدا بحنا لكن عالم كنوع عاصى وامدك مركز الدونك تشوف علمي سأل الله ربنا ودين صحيح أنا برتاي دين صحيح أنا أمضى أشيعي وإلهي ربنا كاسوي كاسوي قال تعالى إلى الغير الذين تتك تتوفاهم أي أفسدوا الملائكة ملائكة ظالمي أنفسهم نففيالك وضحال أيهم كوى الظلمي فألقوا ويردين السلام هجانسا قائلين حال إليهم ما كنا معنا أهين نعمل كوى السمية من سوء حمان بلا قال تعالى إلى وحيه بلا إن أبنان خمان سمين اسكد داورك وات سمين إن الله ألا عليم ومد أغال بضان بما شيدي كنتم أضاهاتين تعملون قوة سمية افدخلوا قرى أبواب جهنم نار جهنم الباب دي ده قرى خالدين حالة أتكو واردونتان فيها نار تبحدي ده فلبيسة وحابلا يلا هذي مثوى المتكبرين بكي حق اسكلوين ماشي كنا جانيا ويوه جانيا الله سبحانه وتعالى وحطنا النوضو الرمي بك مشركين تا اي نفتو ذا ظلمي كد ظلمي بالكفر والشرك كفر اي شرك اي حمان كد ظلمي مركا ملائبت اتماد عند احتضارهم مركا ملك كسو حاضره اي ملائك توتما ضل قبض ارواحهم سي مفتا وقعب مركز ايه غنسميا او غنسن كي ادونك لغا وايي باعدي ادونك لغا وايي مركز كا ايمانيسا لكن وا غورما وا مريسن وحبر ترين غنس وا مران باعد وحبر ترين مر حدي قرقره نفتو تيمادو وحبا ما ترتو باعد لغا اقبل ما وا دمات وقتي فرصتي الذين قالوا على الكافرين ضاس لغا صفين الذين قالوا اي دلي اي حمار دشودا هاتي تتوفاهم اي اوصنايدو الملائكه ملائكه اي نفته كقاديدو ظالمي انفسهم نففيالك ودكو دلمي عليه نفته دلمي وحا لولا جيده نفته او شقيه وحي عذاب يعر الله كغلا نفته ايغا وشقيه ما نفته ايغا دلمي ها فألقوا ويردين السلام هو جنس وهو جنس باعوا إيه جنس أي إليه مادين ما لدي سنة فعين قائلين حار إليه ما كنا معنا نعمل قوة سمية من سوء حمان
إني إنكرانا يسكتني أنا فلان تودي ما لنتي قيام مركزي وحريين إمام ما أنا صمينا الشرك ما أنا صمينا سيدا سورة من عام ربي وكيري والله ربنا ما كنا مشركين وعلى دارنا إلهان كل دارنا ربي قينو إننا مشركين هاي إننا مشركين هاي وحي مولي إني وحو طايصو سيدا رب العالمين وسورة مجادلة كيري يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لك مالك رب العالمين وصوب حين يوم نمان ضدك الله يدارنا ينصيح تأذوك يقول دارتان بيانت عمله بيان إني قطمي بيان إني قطمي إذا واحد بريئة إنكير دونته وأتكاد عرب دونته ما ليس إنكراد وحكو ترينين وإن أطمانت إنكرتا وأتكاد بريئة مقطع ما أنت إنكر شركي قيح ما أنت إلى وغير سبحانه بلا معناها إن أطمان حمان سميكر وحكرا ما أنت تاسي إسكاد داي واتسميكر تي إن الله قال عليم ومدء وقال بضان بما شيء كنت ما ذهبتين تعملون قوسمي واحد سمي شرتين ألا أجا رقم قريكم إفاد كلو جاء فعل سببية حمانتي عاد سميدين سبرت أجا أبواب الجنة من نار الجنة الباب ديدا خالدين حالا أقوى الضنطا فيها الجنة بحديدا فلا بيس واحد بلا يلا هذي مثوى المتكبرين ذلك حق إسكروينا ماشي يكون نجانيا وقيل وحل غير للذين ضدك اتقوا كبق ربك ما محوي هداك انزل وسادتي ربكم ربك قالوا وحي رهدين خيرا انزل وسادتي خيرا خير خير وسادتي للذين ضدك وحوا سنة الهي احسن عمل كود وناجي في هذه الدنيا الدنيا لنحيه كوناجي حسنة مثوبة أبالمرين حسنة ونكسن ولا دار الآخرة دار تضمبه آخره آخر خير بضان ولا نعمة وحبر وقر هذا دار المتقين ذلك الله كبق دار توده جنات عدن نقاديك جنوين كيسة أن يدخلونها قليان تجري حال أيسا أميسا أي قليان من تحت أشجارها وقصورها قيده إيا صراها فوستوده الأنهار وبيال لهم وعرسوا ناضي متقين فيها جنب بحيرا وقصوا ناضي ما يشاءون وحيد دونا كذلك أبا المرين تاسوكال ويجزي الله الله أبا المريا المتقين ضدك كبقى الذين متقين تتوفاهم أي أفسن إيضو الملائكة ملائكة ضيبين حالئهم والظاهر والوناكس يقولون الملائكة حال إليهم أي أفسن أيام سلام نبت جيو عليكم دوشينا هاتو ادخلوا غلا الجنة تجنبا بما كي سلتسكو غلا كنتم هذا هاجرتين الدونك تعملونك وصمية مركي إلهي نغسو ورامي ضدك شقيالك أما أهل النارك إلهي الدينك سلطة قلمي جري إسباري سجري إيا ميشي كدن بيضونا وحاحتنا رب العالمين لو شيئي ضدك متقين تاهي ونوانيكسين إيا أهل جنها أدون كمرك اللي ويديو دين كصحراء سيدا يوغتش وابا محمد محمد بيقول سودة شيئ سيدا يوغتش وابا إي عبالك آقراء يبنى إليه كطريق واعدية وحكو صعدة بين الترقيب والتهيب مارك يا رأس الطريقي قال لنا لو شيئي إيا وحي عبال إليه سيئا نوفق أنه حتى لو حنا لو شيئي من طريق المؤمنين تا إيا وحي عبال إليه سيئا نقول لازم من أقول لكم الله وحي سبحانه وقيل وحال ويري للذين ضدك اتقوا الله كبقي ما محبو ذاك يهي انزل وسودك يا ربكم ربين حرب سودك واحد من محمد اخينا وان معي حي وحال سودك قالوا وحيد هذا خيرا انزل خيرا خير سودك كيري ما واعطي عكس سودك دي قلوا بها رمح حيلا هاي وحال سودك يا مجرد اوهو اخرنا واصادير الاولين متقين ترم حيلين إلهي وحوى سودك وانا خير وبركة والرحمة وقرآن ضدك الراعة وحوى النحريس يبركة يقيره ساسيلي ساسيلي أبالك ويجمرك إلهي الشيخ إلهي وحوى سبحانه للذين ضدك وحوى وصلنا هذا أحسن عمل كود وناتي في هذه الدنيا الدنيا بحر إذا ضدك عمل كود وناتي حسنة مثوبة أبالمرين أبالمرين تصوح حسنة ونكسر
ولا دار الآخرة دار تضمب أنا خير خير بدنه من دار الدنيا كخير بدن قف كمؤمن كأ إسكوبت ومركز دار تدون دار آخرة وخير بدن قف كمؤمن كأ قرآن قرنت سوكل عليا ولا دار الآخرة خير من عمل صالحا من ذكر الأنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما كأدونك وخسكلا يقفك أبا المريم ونكسر وإلهي وكو حفظنا وكو رزاقة وكو قرقارة آقرة لكن أبا المريم تيدا أياك ونكبرا آقرة أبا المريم تيدا أياك ونكبرا قرآن معناه سكو العليا والآقرة خير وأبقى وما عند الله خير للأبرار والآخرة خير لك من الأولى مركز وحو ينقفك مؤمن كأه آخرة وقير بطن الدنيا الدون كان إلهي وإن وفحف لنا وقرقارة ولا نعمة وحبر وقال هذا دار المتقين ضدك الله كبق دارته تاس أيانم على هاتي جنات عدن مبتدك يدخلون خبرك جنات عدن نقاديك جنوين كيسا يدخلون هكذا إعراب كره هي دار المتقين جنات عدن وانا نقاديك جنوين كيسا جنوين كيسا يدخلون هكذا إعراب كلاهتو اللهم وحاوصنا ذا المتقين تا جنات عدن نقاديك جنوين كيسا جنوين كيسا يدخلون هكذا إعراب كلاهتو جنات عدن أيانم عاهاتي دارو ذا كبدا سيدا حفظ مكثرو إعرابي جنات عدن نقاديك جنوين كيسا أيانم عاهاتي جنوين كيسا يدخلون هكذا تجري حالة الصعور إذا قرأيان من تحتها من تحت أشتارها وقصورها سره إذا يجد إذا هوست إذا ألا نهار وبيال اللهم بدكاس متقين تاوحا أصغنا بي فيها كانت إحدى إذا أصغنا بي ما يشعون واحد دونا وقال واحد دونا ونفتر أي شعلا يسطو وقضيار وقلسينا إلى وقل سبحانه كذلك أبا المرين تاسوكري سيدا أس متقين تيور اللي أبا المريي ويجزي الله الله أبا المريي المتقين تتك على كبار ما هن قوله هرون متقين هاي واساس لغو أبا المريي أرين تناغا ماطي نعم المتقين تاساس لغو أبا المريي عملك أبوه الرئي أبوه ألغو صوب الله روامحي والدين كألقو صحيحة أمد كله هكا إسباري سنة والدين صحيحة ميشا كتير كتابك الله الواخي يدقيسو حديث النبي محمد الله في دغيسو والدين صحيح فقهي صحيح يا الله في دغيسو هكعلم وهو ينقفك حدو اسو انحرافي او توحيدك كلمي او سنتي وكلمي انو ضدك كاسبارسان وا شيء اسك لازم معك ومصيبه تعبي وهو مصيبه لكن ولا فهمك لكن وحن لفهمك انه كسلت وحيطا قف توحيد شيغان او سنتي شيغان وشيغا يمنهجك الصحيحة كليل مدتك ويرا ومد دينا كأس باري سنة دينك الله صحيحة يسونا دي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاسا وحل فهم كرام تاس وحضوض النفس بس وحكرا ما وحضوض النفس وانتقام نفسي هبل او كتابك الله اخي يعني هبل الحديث كان نبيك اخرية ايا حوغا اداوده دحمرتي دلال من اسكو قبتين ممالين المرمين وحراؤ كله بدحمر مركز وحا كبه أن مركز إنه كعلي كتابة ده وروحس إلهي هدورتي سن موجب الدالدون المال أنا وعك لا بد الله يسوق قرط كي عبارك مر من كذا كذب النوي من الصدق على هبلة هبلة سلف يقف في إيره هذا ورجل دم إنا وحكي جيسين مجرم هذا ود الله يسوق هاي أنا وهبلة مثلا في النادي يسوق هذا موقع بعد الله كاسوق قرطين كور الله قرط قولي بلا لا إلا كاش قيده بد الله وحاس محيط سو مركز دين هو صوما دين وغريب صوما بالله عليك يا قف دينك شيغانا توحيد او سنتي شيغانا او منهجك شيغانا او حدنا امه دفيري موطن ابن مالك لكن يوحلي هي وركع هدغيسن ارضي كعلينا وقاص ارضي سي ابو خان حميد ما كده ما تعنى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا قف شيء كتغ الهي درتيسنا او كتغ الهي وقت خير بدن وسيو إله درتيس وقتك هذا جيسان حديث كان إله درتيس مية حديث لقطعه حديث النبي محمد الله أخينا هذا النبي محمد كان أخينا يعني من أعلم الناس بالسنة
سنه النبي محمد دك او قونته بنا يا هذا الهي درت سوت كو هذيك الهي درت اسمك سوى دا الشيطان وعبرت النفط على سوما سبحان الله قفك ملك اسبار وسلاح دينك الى يقفك كلمه قبالك سوى النعاس قال تعالى الى وغيري كذلك أبال مريم تاسوك لا يجزي الله الله أبال مريم المتقين ذكر الله كبقى الذين متقين تكسفين الذين متقين تيو إله أبال مريم فتوفاهم أي أفسنينو الملائكة ملائكة ضيبين حال أيهين كوهن ونكسن حالو لكي ضيبين وقال حافظ ابن كثير أي مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء ايضا نظيفك وصافك شركي ايه وصا ايه حمان بمانتر ملائكة نفتك قابيضا يقولون حال اليه ملائكة مكي نفتك قابيضا سلام نبدجيو عليكم بشينها وبشعرين حالت اي نفتك قابيضا اي قلدي ورهوك اللي بلان قابيضا حالت داسا قوان طيبين تان لو بشعرين ادخلوا قلع الجنة جنة بما شيء سببتسكو قرار كنتم بهاجرتين تعملونك وصمي تانا صريح وحي كنت سيدة آيات بضانوك للمديهين إيمانك أي عملك صالحة ومن أسباب الدخول الجنة كان الله وحي الله وقال الصلاة كمدي وإن أتكال التقام وحوين قفنا عملك سيكنك قلما حديث كان نبي قولي صلى الله عليه وسلم إي آيات كفرها الضمان إي حديث الشيخ يطفق أن عملك كنتك قلما او جنره مركه وغايو waxaa la leeyahay udkhulu gala al jannata bima ki sirtu sugal kuntu la hajirtin taamalan ku wasame waxbana ka soo jawaabnay jawaabta qolasadeedu waxay ahayd hadiiska wuxuu leeyahay qofka jannada amalkiisa lama eka amalki uu soo sameeyay jannada lama eka oo jannada ciwad uma ahan oo baaqda ku jirta ciwad ah hadiiska جنبه ما أهن عملك سوى لا إيوا وحكم وين فضل إلهي إلهي كسي آيات كي حديث الشجع جنبه إن عملك لجو جريان معناه الواحد إن عملك واصل إذا ما كعملك واصل جنبه لجو جلو لكن جنبه ما إكا أو جنبه ما أهن عمل كاري عشقة يصفين من لعب وكبرت إلهي وين سبحانه وتعالى مركز الدعوة وهي هذا ودوك وكل في الله تناضو وفضل يسقو سينا marka amalku waa sabab waa sabab ki kanada lagu galay qala ta'ala ila wuhuri hal yanduruna miyay sugayen illa an ta'tiyahum min utima damahane al malaikatu malaikta aw yati anaw yimado amru rabbika rabbika amarkis kadhalika sida soo kale ay fa'ala samaye alladina ku min qablin galadan ka horeeyi wama zalamahum allah allahumma dhulmin ولكن كانوا وحي هذين يظلمونك وظلميا أنفسهم ففي الكودة فأصابهم وحا أصيبي سيئات ما شيخنا يالكيس عملوا أي سمية وحاق وحا هريري أما سوحاق وحا كدقي بهم أيها ما عذابك كانوا أي أهايين يستهزئونك وكتش كيسا به عذابك قال تعالى لا وحويري هل ينظرون قالبا ميي سبيا المشركين تا انت سكست لو وانيي لو عقل عليي بعدل كودي كوسي سعد اي كوسي ملح تاغي ميي سوغيان الا ان تاتيهم من اجتماع ضماهن الملائكه ملائكه اجتماع او ياتي انا ويمادو امر ربك ربك امرك سويمادو هيكل سويان ما واحد سوغيان ملائكه نفته كقابل هذين اجتماع مره دي ملائكه اجتماع او عند الاحتضار للجاره خلاص وي طوبك لغا اقبل ما لغا اقبل ما امرك علينا وقيامه بقيامه بعدنا خلاص الدين حب لغا اقبل ما او قرحت هلك حتى كسوبخده واخ لغا اقبل يا مله لبدان غور توبته وحربي مرك مخي سوغيه مرك هلكاس قف ولبا وحي كدلين اد ارين قطا او وحي تا ولاله وحا ويهن نفته الى كوغو شيكيدا لاركا ديبات كهغاغي دونتا ديبات اسك نفته كهغاجي دونتا انانتا غبالات اسك داي دونتا haddii waad baaqada ku dadaali doonta laakiin yaa ku damaanad qaaday mowdku ma ku soo dhawayay lagu digay yaa ku damaanad qaaday adoo ogeyna qabtu ku dhacay soo ma jeedin
هذا الحنان تي مركب كسر جنتهاي إن موت كوكورب دون لعه إعاصير أسعدام كإله كتير بطه محاك يدي ها كان من عليه كهر جو وهم قطر مركب ولقى حنان تعطف كسر جنتهاي دبوا مطلقه ليس ما يقدر هب له أسكت ده يدهم فا خيانة ده بنتا توجد ليج المسلم كزينة ده دراجة ده بلاية ده حنتا بنتا خيانة ده هب له أسكت ده يدهم تلميذ ساعدة شوف تل أسكت ده سأتو أهدو إياكو بلغاتين الجارد وقت يسكدين متشو هل ينظرون بيالي سبيان كوان حنحن إيوحو الانحنان فيكوفي كم بحتاجي إلا أن تأتيهم إلى أتما الضماهن الملائكة ملايك نفط كقابلها أو يأتي أمو ويمادو أمر ربك ربك أمكيسة كذلك صدا سوكرة أي فعل سميين الذين قالوا من قبل أي الكهولي قالوا الكهولي قالوا عن صدا سيالي كرينو لي أل كفري يا شركي يا حمانة الدائمين إلى عذابك الله إذا دميت إلى وحده سبحانه وما ظلمهم الله الله ما ظلم ها ولا عذاب سماه ما بيهوريته الله ما ظلم العذاب كسب عذابكم ما ظلم ولكن كانوا وحي آذين يظلمونك والظلمية أنفسنا في الكود فأصابهم وحى أصيبي سيئات ما شيء من يلكس عملوا أي سمية حنان تي أي سمييه تي أي أصيبتي عجبك كبشة وحاق وحاكود دقي أما هريري بهم أيها ما عذابك كانوا